بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد مع بعض امر اسمه اوكي كوماند. ده ادنس بيضاف للريفت، بيديني ان انا اعمل سيرش على اي حاجه، ولكن مثلا دكت. اول ما بتكتب بيجيب لي كل الاوامر اللي بتبدا بالامر دوت. اقدر اختار مثلا دكت اهوت، او اختار دكت اكسسوري، او اختار دكت كونكتور. بيجيب لي كل الاوامر اللي فيها الحروف ديت، تمام. فده بيسهل عليا لو انا في امر مش حافظه بالظبط، اقدر اكتب يعني مثلا هو مثلا بالاي ولا بالاو. تكتب هو وتقول مثلا هو الارتكشر، تبدا تختار هو الارتكشر. تقدر تختار ممكن تكون عايز وول سويب، ممكن تكون عايز وول اوبننج، زي ما انت عايز.